صباح الخير عليكم احلى جمهور في الدنيا، جمهور شاشة الصحة والجمال. بنرحب بيكم من برنامجكم النجوم عندنا، وزي ما وعدناكم اكيد النجوم عندنا. بس قبل ما نبدأ احب ارحب بزميلتي أميرة القطري. اهلا وسهلا بيك يا شيماء، واهلا وسهلا مشاهدين قناة الصحة والجمال. طبعا معانا الإعلامية الجميلة صافي سالم. اهلا بكم يا جماعه، انا سعيده جدا بوجودي مع زمايلي، وسعيده جدا بوجودي في قناه الصحه والجمال، وسعيده جدا بضيوفي اللي منورينا النهارده. اكيد طبعا، وزي ما وعدناكم احنا دايما بنجيب النجوم، ودايما النجوم على شاشه الصحه والجمال. عندنا النهارده فريق جامد جدا، فريق مسرحي، فن راقي، فن جميل. معانا فرقه كواليس، بنرحب بيهم. معانا المخرج عمرو والممثل الشاب احمد جمال. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا عايزين بس نبدا كده مع فيديو تعريفي صغير عن الفرقه، نشوف الفيديو ونرجع مع بعض. يلا بينا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين نبدا مع احمد. احمد ما شاء الله عليك، انت شفت ليك جزء من مسرحيه كان شغلك فيه حلو قوي، كان احفاد ابليس، صح كده؟ ولاد الابلسه كان دورك فيها دور شرير. عايز اعرف الاول انت ابتديت ازاي مع الفرقه، من امتى؟ من حوالي سنه ونص كده. سنه ونص. عملتوا كام مسرحيه تقريبا؟ لا انا من قبل، من ساعه ما انا جيت عملت بتاع 70 عرض ولا حاجه. 70 عرض؟ جميل ما شاء الله. جميل، يعني ان انت تعمل 70 عرض ده حلو قوي قوي. 70 عرض في سنه ونص. حلو قوي. طبعا هو كل ده كمان بيكلل المخرج العبقري. ما انا عايزه بقى ارجع بقى لعمرو، وعايزه عمرو بقى يعرفني بنفسه كده اولا، يقول لي هو مين عمرو جمال، يعرف الساده المشاهدين مين هو عمرو جمال. عمرو عاطف سوري جدا، ولكن تفهم الناس انت بدات ازاي، ايه الحته اللي انت ابدعت فيها، سواء اخراج سواء تاليف، ايه هي؟ فاهم؟ والله انا بدات الموضوع ده من صغري، كان حلمي فعلا ابقى عندي فرقه وابدا اخرج فيها. طبعا عرفت ان الاخراج دوت لازم مش موهبه بس، لازم دراسه كمان. بدات برضو ان انا ادرس واعرف اكتر. كونت فريق، طبعا احمد جمال كان معايا. انت دارس ايه يا عمرو؟ انا ليسانس اداب علم نفس. جميل. بدات ان انا اخرج مسرحيات جاهزه. مع الوقت بدات الف، بقيت اكتب انا المسرحيات اللي بتتعرض. مع الوقت برضو بدات ان انا اعمل الديكور بنفسي. تمام. انا عايزه ارجع بقى للديكور. انا عرفت ان الماتيريال اللي انتوا بتستخدموها يعني بتجيبوا الماتيريال مره واحده وبتشتغلوا عليها بقيه العروض. بالظبط، احنا بنحاول برضو ان احنا ما نكلفش نفسنا قوي، وبنفس الوقت برضو الموضوع يطلع بشكل راقي كويس. بس حلو قوي برضو. انا عايزه ارجع للساده المشاهدين واقول لهم، لما بيكون في شباب صغير لسه بادئ حياته، متخرج من الجامعه ولسه بادئ حياته العمليه، ان هو يبدا في الاخراج وبعدين يتطور من المخرج، تأليف. صح يا اميره، صح يا شيماء. بعد التأليف كمان ان هو يتطور كمان، وان هو كمان يعمل ديكور للمكان. فاذا انت يعني كانك فنان شامل. هو كده كمان هيكون اللود عليك قوي جدا، يعني الممثلين بيبقى كل واحد داخل حافظ الدور بتاعه كده. بس انت فكره ان انت المخرج اللي تبقى واخد كل حاجه وماسك كل حاجه، تهيألي الموضوع صعب عليك. هو بيبقى صعب جدا جدا. معاك مساعدين بقى؟ هو الحقيقه انا اللي بعمل كل حاجه، بس طبعا معايا محمد جمال ممثل معايا ومنفذ ديكور، بيساعدني جامد جدا في الديكور. وبيساعدك؟ طيب في رسمه المسرح مثلا، احنا عندنا سي عرض مثلا، والعرض ده داخل فيه مواهب جديده لسه اول مره تطلع المسرح. معظمهم اول مره. طبعا ده بيبقى طبعا تعب نفسي. طبعا. فان انت تجيب ممثل لسه يا دوب بيبدا تطلعه على المسرح قدام جمهور كبير. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان فرقه كواليس ليها جمهور كبير جدا جدا في طنطا. المسرح بيبقى كومبليت، محدش اصلا بيلاقي مكان يقعد، ممكن يقف في صاله كمان. ممكن فعلا. انا بقى عايزه اقول لك يا شيماء برضو، لو احنا اتكلمنا مع احمد جمال بقى، وعايزاك تقول لي يا احمد، العرضين اللي انتوا عملتوهم في طنطا وكان عليهم اقبال جماهيري قوي جدا، ويمكن زميلتنا اميره هي اللي كانت حضرت، وانا كان انا وشيماء بصراحه كان المفروض نحضر، واحنا برضو يعني طبعا بنعتذر لكم ان احنا ما حضرناش العرض. ولكن انا عايزه تقول للساده المشاهدين العروض بتاعتكم اللي انتوا قدمتوها، عايزه بقى انت هتكلمني عن عرض من العروض، وبرضو عمرو هيكلمني عن العرض التاني، عشان نعرف الناس او الساده المشاهدين بالعروض اللي انتوا قدمتوها. اتفضل. هو كانت مسرحيتين. أوكي. طبعا في عيد الحب، ولاد الابلسه وحلاوتك استفاني.
هتكلم عن ولاد الابلسه. تمام. ولاد الابلسه كانت هي ماسكه برضو مشكله اجتماعيه. جميل. اللي هي تفكك الاسري، واللي هو الاب اللي منشغل بحاجاته والاولاد برضو اللي منشغلين سواء بالسوشيال ميديا او اصحابهم كده يعني. وفي نفس الوقت برضو في عنصر اللي هو الصراع الازلي بين الانسان والشيطان، وازاي بيسيطر على افكاره والكلام ده كله. انا عايزه اقول ان احنا معانا اتصال كابتن محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك. كابتن صباح الفل يا كابتن. صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور استاذه شيماء. هاي صباح الفل عليك يا كابتن. والمخرج الجميل اللي معاكم. ميرسي يا كابتن، صباحك فل كده، يا رب تكون في وقت كده. ازيك يا كابتن؟ اي مخصوص بدري والله، ومفتح القناه عشان اتفرج عليكم النهارده. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا كابتن محمد عبد الشافي كابتن نادي الزمالك غني عن التعريف. احنا النهارده معانا فرقه كواليس، تحب تقول لهم ايه بقى؟ انا بتمنى لهم التوفيق اولا في مشوارهم. واحنا في ظهر اي حد عنده فكره او عنده حاجه جديده عاوز يعملها. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لكل الشباب المجتهد اللي عاوز يعمل حاجه التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. انتم منورين، انتم الخمسه بجد، استاذه اميره، استاذه صافي، استاذه شيماء، انتم حد مشرف واصدقاء شخصيين ليا، انا مبسوط بكم جدا. تسلم يا كابتن. تسلم يا كابتن. مجتهدين، وانا اتمنى لكم ان شاء الله الفتره الجايه تعملوا احسن من كده. بقول لك ايه يا كابتن؟ ان شاء الله. بقول لك ايه يا كابتن؟ المره الجايه بقى هنلعب كوره مع بعض. ايه رايك؟ عايزين نقول للساده المشاهدين الاهلي والزمالك. ايوه، بس انا عايزه اقول لك يا كابتن ما تطمعش ان انتوا هتكسبوا، لان الاهلاويه برضو هيكسبوا. لكن ازعل منكم اكتر. لا 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 اوعى. عايزين نقول للساده المشاهدين ان كابتن عبد الشافي من اكتر الناس اللي بتدعم المواهب الشابه. الشباب فعلا. اي حد محتاج اي حاجه دايما بكابتن عبد الشافي معروف ان هو دايما بيقف في ظهر اي حد. اي حد محتاج مساعده دي حاجه بنشهد لها. لا يا استاذ اميره، لا لا، احنا كلنا بنكمل بعض، احنا كلنا اخوات. هو احنا عايزين حضرتك تكون مثل اعلى الشباب وناس كتير بيدعموا المواهب، بيدعموا اي حد في ازمه او في مشكله. نشكرك. ميرسي جدا يا ميرسي يا كابتن على اتصالك وشرفتنا. انت نورتنا بجد. ربنا يخليك. ميرسي جدا، وصباح الخير عليكم. صباح الفل يا باي باي. هنرجع تاني معاك يا عم. بما انك انت المخرج، توزيعك للادوار على حسب ايه؟ في دور كده تقول لا انا شايف احمد في الدور ده، ولا احمد ممكن يجي لك يقول لك والنبي اديني الدور ده؟ لا لا خالص، ما اقدرش خالص. ما اقدر. لا، حكايه الادوار دي بالذات. لا والله بتحترموا بعض كويس جدا. ايوه، لا حكايه الادوار بالذات ديت يعني بتبقى رؤيه مخرج. بحب ان انا اختص بيها يعني، ممكن اي حاجه ممكن اطلب يعني نتشاور مع بعض فيها. اما حكايه الادوار بالذات ديت لا، دي بتبقى تفكير وتعب يعني كبير جدا. يعني حتى لو هو شايف نفسه في دور قوي، انا شايف نفسي في الدور ده ونفسي ان انا اعمله، مش هتدي له فرصه؟ ولا انت طالما ان انت مش شايفه يعني لا خلاص يبقى. لا انا بنفسي والله ساعات بطلب يعني بقول له انت نفسك في دور ايه، بحكم ان هو معايا على طول وكده. بيقول لي لا انت تشوف. اسال احمد. وقفه الكاميرا ولا وقفه المسرح؟ المسرح. المسرح اصعب طبعا. المسرح طبعا. مواجهه الجمهور، لايف للجمهور دي لوحدها. ان اصلا في الكالوس قبل الدخله بتاعتي دي انا ببقى قلبي ده والله العظيم مش قادر. لا بس انت مبدع. لا والله يا جماعه باين عليه على فكره يا اميره. لا هو بجد مبدع. كان عامل دور الشيطان يا صافي، انا بجد كنت قاعده اللي هو عامله كده ايه ده. طب بقول لك ايه، طب ما احنا هو لايف برضو وانت اتعودت على اللايف خلاص وعلى الهوا. أيوة. ما تعمل لنا حته كده حلوه نوري الساده المشاهدين احمد بقى يعني ايه، حتى لو احنا عرفنا يا جماعه فيديوهات حته كده صغيره كده برضو ايه الساده المشاهدين يتعرفوا على احمد جمال. طيب قبل ما نبتدي، احنا معانا اتصال من استاذه روح سعيد، هي ممثله. اتفضلي يا روح. اهلا يا روح. اهلا بيكم. اهلا بيكي يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الخير يا جميله. صباح النور عليكم بجد. روح من المواهب الشابه اللي معاكوا، كانت واخده دور من كانت دور ندى في ولاد الابلسه. دور ندى. ازيك يا روح، عامله ايه؟ الحمد لله. احنا طبعا مبسوطين بوجودك ان انت بتكلمينا النهارده. طبعا بتكلمي زمايلك احمد وعمر طبعا، وانت من ضمن الفريق الخاص بالمسرحيه. وجهي لهم بقى كلمه كده وقولي لنا كده ايه اخبارك. والله
يعني بجد استاذ عمرو دوت يعني من احسن الناس. اي انا فرحانه قوي ان هو يعني بيحقق حلمنا كلنا، وقف معانا كلنا. جميل. قولي لي يا روح، بيتعصب عليكم في الاستوديو في البروفات كده وانتوا قاعدين؟ وشاهد شاهد من اهلها. روح بتعصب علينا. ايه انت كنت عامله دور ندى صح؟ ايوه. كلمينا باختصار كده عن الدور، وعمرو كان بيتعامل معاكي ازاي؟ هو اول حاجه بيتعامل معايا ان هو بيتعصب عليا، يعني اللي هو ايه لو غلطت كده في حاجه بتلاقيني ايه اي حد بيتشتم كده في الجواليس. فضايح. خلاص يا روح ما تقوليش كل الخبايا قوي. يعني بلاش. خلي حبه في الكواليس. انت على فكره مش هحصل لك طيب النهارده بعد المكالمه دي، خدي بالك. خلاص طيب، فاصلين شو كلمات كتير. ده احنا في اكتشافات هنكتشفها النهارده على فكره. طيب يا روح، انا عايزاكي توجهي كلمه سريعا للمخرج عمرو ولزميلك طبعا الممثل الجميل احمد جمال. احمد جمال ده في عجاله كده، وجهي لنا كلمه صغيره. قاعد كده عامل عمرو. انا بشكرهم قوي ان هم وقفوا يعني جنبنا كلنا، وان هم يعني خلونا نعمل حلمنا بجد، ان هو بيقفوا جنبنا ويساعدونا كتير. عيط من الفرحه مش قادره. يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يفرحكم دايما يا رب، ودايما في تقدم. شكرا على اتصالك يا روح، وان شاء الله نشوفكم في حاجات اقوى واكبر من كده. يعني بجد ربنا يوفقكم فعلا انتوا كفريق عمل، ان انتوا يعني شباب صغيرين، وان انتوا بتجتهدوا جدا يا اميره. خدي بالك انا عايزه اعرف منهم حاجه. انتوا بتاخدوا للمسرحيه وقت بروفات قد ايه؟ البروفات حوالي شهر. مسرحيتين مش مسرحيه واحده. مسرحيتين تقعدوا فيها شهر تقريبا. وقت قد ايه في اليوم مثلا؟ اليوم ثلاث ساعات. اليوم ثلاث ساعات؟ ممكن اكتر، ده المسرحيه الواحده. بس انتوا معاكوا ناس طلبه، ومش هنفكر الناس اللي معاكوا في ناس طلبه. وده ما بيأثرش على الدراسه بتاعتكم؟ لا خالص، هم بيحاولوا فعلا هم يظبطوا وقتهم ما بين الدراسه والمسرح. حلو. كلهم حابين المسرح. انا عايزه بقى ايه، نعمل كده هدوء عشان هنتفرج على احمد جمال وهو بيجسد لنا دور او قطعه صغيره من دوره علشان خاطر الساده المشاهدين يشوفوه لايف. اتفضل. يعني مشهد ابليس. اول مشهد من مونولوج ابليس. اوكي. هو تاليف استاذ محمود جمال حدين. جميل. عشان الشيطان برضو كان في المسرحيه الاخيره. ورينا يا عم الشيطان ده. خليه يطلع. والان افارقه يا ذلك المكان الخالد في ذاكرتي أبد الأبدين، وداعا يا من كنت يوما سكن، يا من عصرت الأفراح والضحكات الصادقة ممن كان صادقا بالأمس وأصبح اليوم سيد الكاذبين. قد يأتي يوم أبعد مما أتخيل، نتقابل فيه بعد سبات نوم عظيم، قد لا تعرفني حينها، قد أصبح حينها دميما أو مخلوقا مشوها، ولكني سأذكرك ببراءتي، سأذكرك كيف كان ذلك المخلوق الناري أجمل من الحوريات وأرق من أنهار الجنة وأعذب صوتا من عذب الفردوس. أما أنت، أما أنت أعظم من أحببت، هي من يسكن حبك في قلبي كسجود الأرض إليك. إني أعرف أنك تعلم أني نادم، إني أتوسل مغفرتك، إني أتمنى من بابك أن يفتح سهوتك كي أنظر فيها إلى نورك. لكني آسف، لن أفعل. فليكتم كل في نفسي ولأبقى هكذا أخرس كي أبقى ذلك المغرور الأسيم. هل تعلم أنك أنت الروح؟ أصبحت الآن بلا روح. أتمنى لن أن أصرخ، أتمنى أن أصور، أتمنى أن ألفظ ألفاظا تشفي ذلك الغيظ المكتوم في نفسي، لكني غير قادر حتى على فعل ذلك. لكني أريدك أن تعلم، أريدك أن تعلم أني أحببتك أكثر منه، بل أكثر من هؤلاء
أكثر من هؤلاء الذين لا مكان للكره لديهم. وليعلم مخلوقك هذا أني له في الأرض. أيها المخلوق، إني أنتظرك في الأرض. إبليس ينتظرك في الأرض. لا بجد برافو عليك. على فكره احمد خوفني. انا خوفت. لا ما شاء الله بجد، انا كان ممكن اقوم اجري واسيب. انا عايزه اقول لكم ان معانا تليفون عشان هي منتظره كتير. عيشه من اسوان. اهلا يا عيشه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عيشه؟ الحمد لله. اخباركم؟ انتوا عاملين ايه؟ تمام يا حبيبتي، الحمد لله. ايه رايك النهارده في احمد؟ جميل خالص والله العظيم. كنت حابه دلوقتي لسه هكلمكم عن الموضوع وكده. اتفضلي يا حبيبتي، معاكي. على فكره برنامجكم جميل قوي والله، وانا متابعه حلقات. ربنا يحفظك يا حبيبتي يا رب. انتي ليكي في التمثيل يا عيشه؟ بتعرفي تمثلي؟ لا لا ماليش بصراحه، اصل جوزي ما بيرضاش وكده. يعني انت عندك الهوايه بس هو جوزك اللي مش راضي يعني ولا ايه؟ انا عندي هوايه بس جوزي رفض الموضوع. لا طبعا احنا بنحترم قراره جدا، وانتي جواكي الموهبه ممكن تعوضي ده انك تتابعي وتحفزي الناس اللي هم عايزين يوصلوا. التحفيز مش شرط ان هو يكون مادي، في تحفيز معنوي بيرفع من معنويات الشباب الصاعده اللي طالعه. بكلمه حلوه ممكن تبني جبل امل، بكلمه سيئه ممكن تهد جبل بيتبني. ميرسي يا عيشه، واحنا بنشكرك جدا جدا عشان في اتصالات تانية، واحنا عايزين برضو نرجع لاحمد. انت مبدع. لا بجد راحتي بجد. لا 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 حقيقي. لا بجد انت خوفتني. انت بص، اولا انا عايزه اقول للساده المشاهدين يا جماعه، هو التمثيل مش مجرد ان انا بحفظ حاجه وبقولها سكريبت وبقوله وخلاص. لا، التمثيل في ملامح، في اداء، في انفعال. انا بيحسسني ان هو خد الشخصيه وتقمصها فعلا. يعني هو انا يعني كنت مركزه جدا على ملامح وشه اللي بتتغير حسب الكلام، يعني حسب الكلام الملامح بتتغير. فده جميل جدا، مبدع. انا كنت لسه هكلمك يا صافي على رياكشناته. رياكشنات احمد بتبين قوه الشخصيه، بتبين مكمون الشخصيه اللي بيظهر على المسرح، وده هنشوفه في فيديو اخير لان بقى لنا 10 دقايق بس والحلقه تخلص للاسف. فعايزين في عجاله نتكلم اكتر مع احمد. طب يلا نشوف الفيديو بقى. لا لا، نتكلم اكتر معاهم الاول وبعد كده نشوف طيب. الفيديو في الاخر نختم بيه عشان يبقى مسك الختام. الفنان الشامل. طيب هنرجع لعمرو. قولي يا عمرو، انت اللي خرجت ابن احمد ده ولا هو كان موجود اصلا وانت بس التاتشات الاخيره بتاعتك؟ لا هو كان عنده موهبه بس واضحة. هو يعني واضحه والله، ما كانش عارف برضو ان هو يخرجها ازاي او كان عايز يساعد. هو فعلا يعني هو ممتاز، انا بس بعتمد فكرة عليه. يعني ان هو اللي طالع قدام الشاشه بس هو العجينه نفسها متشكله منك. بالزبط. يعني الموهبه موجوده بس التشكيل والاساسي المخرج هو بيبقى الاساس اللي ظاهر قدامنا طبعا على الشاشه طبعًا. زي طبعا ما الكرو بتاع التصوير كله هو اللي بيطلع لكم الانتاج بتاعنا الحلو ده. الاساس في الموضوع والعمود الكبير قوي الاخراج طبعا، وعشان كده جمهورهم كبير جدا. ومعانا محمد على التليفون. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد الفحل. اهلا يا محمد. الفحل من فريق كواليس. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتنا. صباح الخير عليكم وعلى الصحه والجمال. صباح النور يا فندم، شرفتنا. واحب ارحب بالمخرج الجميل قوي قوي عمرو عاطف، والفنان الجميل احمد جمال. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا. ويا رب النجاح لنجاح يا رب. احساسك ايه بقى النهارده وهم قدامك يعني بيكملوا فرحتكم بالمسرحيات؟ لا طبعا انا سعيد فيهم والله فعلا. والله احنا اللي سعيدين بوجود حضرتك، وشكرا على اتصالك يا فندم. عشان معانا اتصال تاني. محمد. الو. الو. طب نرجع بقى لعمرو. انا عايزه اقول لك ان يعني عايزه اقول للساده المشاهدين ان عمرو يعني اجمل ما فيه ان هو عنده
اكتر من موهبه، مش مثلا مقتصره على ان هو مخرج بس، لا، ان تعدد المواهب ده بتديله ايه؟ بتديله خبره اكتر، بتديله يعني يبقى عقله وخياله اوسع كتير. تقدر ان انت بتشوف الضيوف يعني او الفرقه بتاعتك، تقدر تخرج مثلا من احمد كذا، من محمد كذا، من روح كذا، ويعني بتبقى عارف فعلا. صح. لا، واسم روح لوحده جامد جدا على فكره. لا، روح دي برده ممتازه جدا، انا يعني بعتمد عليها برده. عايزك كده برده يا عمرو تذكر لي اسماء فرقتك عشان ما ننساش حد، وبرده يبقوا حاسين ان هم موجودين معانا، حتى لو انتوا مش موجودين الفريق ككل، احنا برده بنجيب يعني برده احمد يفكرك برده لو ناسيين حد كده. فكروا بعض كده علشان نعرف الجمهور او نعرف الساده المشاهدين بايه فريق العمل ككل، فريق كواليس. طبعا معايا احمد جمال طبعا. اوكي. معايا محمد جمال، روح سعيد. هو اخوه؟ لا. معايا روح سعيد. تمام. ديت اعداد الفريق، والسيد عبد اللطيف برضه اعداد الفريق، واسلام صبري، واحمد الصباح، وعادل. لو نسيت حتى يومك مش هيعدي. وعادل، واحمد هاشم طبعا اللي عامل اول فيديو واللي كان عامله. جميل. ومين تاني كمل؟ وعبد الفتاح طبعا. ايوه، عشان المزهاني. طيب هنرجع معاك يا احمد. عايز اعرف انت ليك مثل اعلى في الفنانين؟ يعني انت شايف حد انت نفسك تبقى هو قوي؟ لا، هو في فنانين انا بحبهم. قول. انا نفسي قول ابقى مين؟ لنفسي يعني نفسي ابقى احمد جمال. تبقى احمد مميز. نفسي ابقى احمد يعني جمال. يعني اكيد كل واحد ليه كاركتر خاص بيه، ما بتحاولش تقلد حد. انا عايزه اكون نفسي. ما لا، اللي بيقلد ده ما بيبقاش يعني مش ممثل، مش فنان. التقليد ده بيبقى حاجه لوحدها كده، يعني هو بيقلد، هو متعود. بس برضه مين مثلك الاعلى في الفنانين؟ انا بحب طبعا الاستاذ عادل امام جدا جدا طبعًا. من صغري يعني بعشقه. طب تمثل لنا حاجه كده لعادل امام. انت استاذ صدقني. على فكره انا بقول للساده المشاهدين، انا احنا مش محضرين يعني الكلام ده. على فكره والله والله بجد انا حابه ان انا اوري موهبه احمد جمال للساده المشاهدين، علشان خاطر ايه؟ هو متعود على المسرحيه والكواليس والعرض بتاعه، لكن احنا بقى فيس تو فيس، احنا والساده المشاهدين. يلا حته كده لعادل امام. بتاع عادل امام؟ مش قال. طيب قولي مين تاني غير عادل امام بتشوف نفسك فيه قوي لو عملت الدور ده؟ في دور كده ممكن تشوفه بتتفرج عليه على التلفزيون وتقول الدور ده انا لو عملته انا هعمله حلو قوي؟ الدور ده لو عملته هعمله حلو قوي. انا عموما بحب الدراما جدا جدا، يعني انا نفسي اشتغل من المسلسلات. مسلسلات؟ يعني حلمك ايه اصلا يا احمد؟ انا توصل لايه؟ انا نفسي ابقى الممثل رقم واحد ان شاء الله. مش نمبر 1 عشان ما نروحش في داهيه. الله يخليك. لا يعني ابقى نجم. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك باذن الله ان شاء الله. وعمرو نفسك في ايه يا عمرو؟ نفسي يبقى فريق مسرح كواليس فريق برضو رقم واحد، ونفسي يكون لينا مسرح كبير. طيب احنا عايزين حاجه اكسكلوزيف لقناه الصحه والجمال وجمهور قناه الصحه والجمال من فرقه كواليس، حاجه بقى اكسكلوزيف كده حصري للقناة. اي حاجة مخبيينها يلا. في فيديو طبعا هيتعرض كمان شوية، الفيديو دوت من حلاوتك يا استفندي، مسرحية حلاوتك يا استفندي. تمام. الفيديو دوت في تمثيل يعني حاجة كده كوميدية، محمد جمال واحمد جمال برضو فيه وبعض الممثلين. طيب اخر حاجة عايزة اقولها لك، هو كواليس موجود حاليا في طنطا صح؟ بتقدروا ان انتوا تلفوا محافظات ولا ده لسه مش متاح دلوقتي؟ هو لسه مش متاح دلوقتي، بس نتمنى يعني كده ان شاء الله. احنا عايزين نطلب من الناس اللي بتتفرج علينا لو حد يقدر يدعم مسرح كواليس. لان الناس دي عندها موهبه بجد. وهنشوف كمان في الفيديو قد ايه الناس دي موهوبه، وقد ايه الناس دي بتتعب، وقد ايه الناس دي بتحاول يعني تجيب امكانيات كويسه جدا بأقل تكلفة. فإذا حد حابب إن هو يدعم الفريق يتواصل على رقم التواصل اللي كان موجود، وإن شاء الله نقدم حاجة تليق
بالمستوى اللي احنا عايزين نوصله. عايزه اقول لك حاجه يا شيماء برضو يا اميره، وعايزه اقول لاحمد والعمر، طبعا بما انكم انتوا شباب لسه صغيرين في السن ولسه بادئين حياتكم العمليه وعندكم طاقه حلوه قوي، لازم نستغل الطاقه الحلوه دي بتاعت الشباب وندعمهم كويس قوي ونشجعهم علشان خاطر يقدروا ان هم يعرضوا كل العروض بتاعتهم ويتفوقوا زياده، لان طول ما احنا بنشجع الموهوب بيقدر يبدع، واحنا بلدنا مليانه شباب كتيره جدا نقدر ان احنا ندعمهم علشان خاطر يوصلوا للي هم عايزينه، وكل ده هيبقى لبلدنا احنا، لان احنا بلدنا كلها بتعتمد على الشباب والولاد الحلوين، فلما نلاقي ولاد كويسين كده عندهم مواهب حلوه قوي لازم ان احنا ندعمهم ونساعدهم بجد. انا بتمنى لكم كل خير وتوفيق. وانا بتمنى لكم فعلا كل خير، وبتمنى اشوف فريق كواليس احسن فريق مسرحي باذن الله يا رب. وقريبا جدا هتكون مسرحياتكم بتتعرض على شاشه التلفزيون ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وعايزين نشوف بقى الفيديو اللي هو من حلاوتك يا استفندي. بشكرك يا عمرو وبشكرك يا احمد، نورتونا وبجد انتوا موهبه كبيره، موهبه شابه محترمه، تقدموا فعلا حاجات هادفه وليها هدف من اللي احنا بنتفرج عليه، مش مجرد عرض وخلاص وبنضحك الناس وخلاص، احنا بنطلع بمعلومه وبنطلع بحاجه. لازم نشكركم نورتونا يعني احنا بنشكركم. ثواني كده اشكرهم واشكر الساده المشاهدين واشكر زمايلي في حلقه النهارده الجميله دي، واشكر قناه الصحه والجمال، وعايزه اقول لكم بتمنى لكم كل خير وان شاء الله متفوقين شاء ومن الله. نجاح لنجاح ومن تالق لتالق ويا رب الخير لينا جميعا، ونشوف الفيديو ونرجع لكم في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.